يلا حيه يلا حيه. ما قلت لي وش جابك للرياض؟ ايه تتذكر يوم اجيك قبل 3 شهور للرياض عشان عمليه الوالد اللي في المستشفى، جاي راجع علشانها، يمكن نلقى لها حل. شايف؟ اصبر اصبر شوي اصبر. طيب ورا وما سويتوا عمليه الوالد في البيت؟ وشلون بالبيت؟ اصبر اصبر اصبر. كان جبتوا له داية احسن من المخاسير والمستشفيات وذا هدايا، وفي البيت مره واحده. دايته وش دايته انت؟ انت قول له ايش انت وش انت؟ عقب خلصوني في الكلام. وش بتطول السالفه بتطول؟ ايوه مش هطول، مش هلحق اطول، مش هلحق. ايش بيا ايه؟ عايز اروح الحمام. طيب روح الحمام، ما حد ماسكك. انت جنين والضيف يا اخي. الضيف ما فيها شيء، الضيف عيب انك تقوم وبترفش وبترفض لما يكون فيه عزيز، لكن تروح الحمام عادي. يعني شيء عادي؟ اي عادي، روح الحمام. اروح فين؟ الحمام. روح. لا خلاص خلصت. بابا انت معلوم هذا بنت تيجي في باستا مزة؟ اي مزة؟ هذا خاقك هذا بنت حق لابتوب. ايه شوفها هذه بنت اليوم يجي. هذه كلام اذا ما في رجل لابتوب هذه في جيب شرطة. اخليها تبلط البحر معلاوي، انت ما باغر تهددني انا يا زي واحد. يلا خلاص انا بيجي خبر انت. يلا سلام عليكم. انا هي لما قاعد بتجيب الشرطه يعني قاعد عم تحكي هيك بجد وكذابي؟ ايوه هي زلانه، هي كلام. انا جيب شرطه، انا في جيب دفاع مندي، انا في جيب حكومه، انا في سوي مشكله كبيره. مو دفاع مندي اول شيء، اسمه دفاع مدني. ربي الله واحد. وثاني شيء خلص معلش، اذا قالت هيك انا المره مسامحه يا اخي. يا اخي مسامحه خلص، اي من قلبي هيك طلعت رجع لها اللابتوب تبعها. خلاص كويس شكرا. ايش هذا؟ ها؟ هذا بتغني؟ غني انا فنان انا. والله؟ ام كلثوم كلثوم. لا غني لي هيك شيء هندي. كويس. يلا. جا جوازات خرب بيتك. وين هون؟ لا انا خلني ما لا يقدر اغني. ومن اللي من هون يخرب بيت ستك. يلا عم تدفن حالنا. مالك جا جوازات فنان. مرحبا بكم في اس كي ار، يعني سكورتي، مركز العناية لعملاء الشركة. للغة العربية يرجى الضغط على الرقم 1. اضغط 1 يا غبي. 1 يا غبي. مو مشكلة. للغة الانجليزية الخدمة هذه غير متوفرة في الشركة، فيرجع انك تشوف لك شركة ثانية. شكرا لاتصالكم بشركة سي كيلي وين عاد؟ يعني واحد معك ناس في الشركة؟ عزيزي العميل الآن سوف تتحدث إلى المدير العام بسوقي، وأي تجريح سأفك وجهك. والله عاد خيب عملائك، خيب عملائك. طيب نفسك اجري. تليفون أنا حصلت معك. العميل الآن خط ونعم خلص خالص. طلب الخدمة باللغة العربية اطلب رقم 1. اهلا بك، انا المدير. اهلا وسهلا. ايوه شركة الحراسات الامنية. ايوه حياك الله طال عمرك، حياك الله طال عمرك. اسمع ربيتك. سلم لي عليه. سلم لي عليه. يسلم عليك. اخلص خالص. ايوه ايوه عايز ايه حضرتك؟ 2 حراس للامن. عايز 2 حراس ولو انكم ما تستاهلوش. انتوا تدوهم في داريه. الو ايوه. لا في 2 لسه واخدين دوره في الكونغو كينشاسا ولسه جايين باحدث النظم التامينيه. عايزهم انت حضرتك فورا فورا. هو استنوا، تعال هنا انت وهو. مش انا اقول لكم العنوان يا جاله؟ ايوه حاضر ايه العنوان ساعتك؟ يلا يا فريدة تأخرنا بسرعة. حاضر ايه ده؟ مالك في ايه؟ مسربعاني كده من الصبح.
يا اختي حرام عليك، البنت قالت تنتظرنا، الحين سارة وش تقول عنا؟ مصالحنا متعطلة وكل شيء متوقف بسببك. اهو انا جاهزة، ايه رأيك؟ ها؟ هي حلوة وانت والهرم حقك. لحظة لحظة سوين اسكتي ها؟ يوه ايوه يا مشافي. يا لبة هالصوت، يا لبة هذه من علم اللهجة السعودية. اوف يا ربي يا شمس ترجع لبقرة. تصدق تخفى وحشتوني. الحمد لله بشرك دي بشرة خير، ومنادي على السكوتي انا شافي، هو لا في ولا في وانا شافي، وانت فريدة بحبك. ايه الحمد لله يا فريدة ابشرك الحمد لله، توظفنا انا والاستاذ نافي وصرنا من كبارات السكوتية في البلد الحمد لله. الله الله يسلمك ان شاء الله يوصل اوصل له. يلا يلا مع السلامه، انا مشغوله الحين مع السلامه. تسلم عليك اختك فريده. الله يقطعك انت وياها. مشكور الله يسلمك، من طيب اصلك مشكور. اسمع خل نروح نشوف المديره هذه شرانيه، خل نروح نشوف ايش اعلام المديره هذه. يلا خلينا نروح نشوف هالفيله هذه. يلا يلا مشينا. طبعا الاستاذ نافي خبره 30 سنه في الحراسات الامنيه معروف يعني. تسلم استاذ شافي، واعرفك على استاذ شافي اسرع رجل في المولات كلها، ماخذ جائزه احسن حارس ومسمينه لدرجه انهم مسمينه السلوك الاسود. خجلت تواضعي خجلت تواضعي. طبعا يعني في الحقيقه انا اوكي اوكي تشرفت بمعرفتكم، خلاص ندخل في المهم. ايوه المهم المهم اخوي لافي، مهم اكثر من الاهم من المهم. تسلم تسلم على حسن اخلاقك وادي كنت ربي يا شاحن. لا بس لازم تتكلم تكلم. لا ابد اتكلم وانت موجوده فعليك، بس انت اللي قصرت. بس خلاص انا اللي بتكلم هنا. اني اعصب شرشبيل اعصب. انا ساره بتكلم. هذه ساره والاقزام السبع. وين الاقزام السبع؟ كان اكلتهم اكلتهم. الحمد لله شبعان الحمد لله. اسمعوني انتوا الاثنين. إذا بتشتغل بعدوا عني إن شاء الله. إذا بتشتغلون عندي لازم تنفذون تعليماتي بالتفصيل الممل، واللي راح يستهون أوكي أو يستهتر ماشي راح تردوا برا على طول. طيب إذا قلنا وزنها 280 كيلو ناقص نعم أنا 170 كويسة 50 من غير الميك اب. احنا ننفذ اي طلب تبينه طال عمرك بالحرف الواحد. اوكي راح اوريكم صور. صور هذه يا بيي قامت تفهمني. طلعت رايح صور. ايه خلطه هذا بس انت هو لما اقول صور عاد تشوفون هنا. حلو هذه الاولى. شو تقول لك نصابه؟ تقول لها ايش حلوه. لا طالعه ترى ترسم عليك الحين طالعتها. ترى على فكره هذول البنات نصابين، بتركزوا معي ولا لا؟ مركزين مركزين احنا مركزين. هذه الأولى. حلو. جمالها. غيره غيره. يا جمالها. جمالها بعينك، مو مالي عينك أنا. قصدي الشاشة، شاشة الجهاز. أوكي. وهذه فريدة. فريدة، تدخليني مع هذه. لو خانتني مع هذا مو مشكلة، بس تدخليني مع هذه تطلعي نصابة يا فريدة. أكيد بتطلع نصابة، أبوها قبل. أوخ يا فريدة. بس 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 خليكم قوموا انتوا فشو قدركم ده. فريدة فريدة أوخ يا فريدة أوخ يا فريدة أوخ يا فريدة أوخ. ليه تجمعني؟ تفضلي طلعي شوفي لنا المستقبل هنا. أقول لكم كان سيدة تكايس. والله راجو انت مشكله كثير يا اخي. يلا كلم ماما. ايش فيك ماما؟ الو ها راجو وش سويتوا لي في لابتوبي؟ انا جاهز، انا من زمان جاهز، انت ليش ما بيجي؟ ايه زين ما بغيته. وش طلع في اللابتوب؟ هذا كان في هذا انتي فايروس بس ما في مشكله. تستخدم دمك انت وجهك الحين؟ مرسلت لك سيارة ولا لابتوب؟ لا 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 هذا موجود موجود، بس هذا كلم هذا شو اسمه افضل عشان اعطيه فلوس الحين. انت عطى اللابتوب الافضل وان شاء الله ارسل لك فلوس. يلا انا قاعد انتظرك، مع السلامة. شيل هذا لابتوب، جيب فلوس ها على طول جيب فلوس.
أبو جينكو، الاسم ده مش غريب علي. والله مش فيها هذه بعد تبربس. آخ يا لافي، فريدة 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 تطلع نصابة يا لافي. خلي اسمعك الحين، فريدة فريدة يقول هذه صابرين أحلى أحلى من حتى الشحورة. هذه بعيوني أنا، بقول لك الشادي بعيون أم غزال، هذه الشادي بعيوني أنا غزال. طبعاً شادي. خالتي خالتي وطلعت نصابة. طبيعي إنك أنا نصابة وفاينة عادي. بس أنا أعطيتها كل ما أملك، أعطيتها قلبي، أعطيتها رمشي، أعطيتها حتى من زلفي شوي أعطيتها. الله يعينها عليك. وتطلع نصابة الخاينة. انساه خلص انساه. آخ يا لافي آخ. الله على الموال. أوف يا لافي أوف. الله قاعد تطفي شمعة أنت. لا أنا قاعد أشوي. آخ يا لافي آخ. يعني الفاجعة بالنسبة لي صارت فاجعة. ليت الهوى يقدر ينسي الجفون، أوف ليت الخشم يقدر. الله الله الله، إيش الصوت؟ إيش هال يا أخي بلبل؟ أنت موهبة مكفوتة. مدري يسمونها مدفونة. يا صوتي عجبك صراحة؟ إيه مفروض أنت يا أخي، ليش ما قدمت في برنامج هذا ستار ولا جسمه؟ ما أعرف ما أعرف أحد، ما أدل ما أدل، أنا ببدل البيت وما أدل أحد ثاني. حنا فيها أمس أنا سامع برنامج يبون فنانين. تكفى ضبط لي، تكشف لي واسطة من واسطاتك يا أبو. أضبط لو أعرف واسطات كان مشيت معك. صح ما عليه ما عليه. برنامج اسمه بيبي ستار. بيبي ستار؟ حق أطفال هذيك. عاد لا ولا تهون، ضبط العقل عاد، عاد العقل أطفال والشكل عاد. بيبي فيس قصدك؟ بيبي فيس نعال فيس. ضبطني ضبطني أهم شيء. أشتكي والله لك خبري. السلام عليكم. اهلا اهلا يا انسوقي. انسوقي ما علينا، ابي اقابل خلد هانم. وبكل وثوق وبكل قوه، وش تبي منها؟ اصل في الشركه كده كانوا عايزين جواب علشان ال... انت مالك انت؟ بقول لك شيء، تدري انت ممنوع تشبر شبر من ذا الباب وتجاوزا مني. تكلمت معك. طيب تجاوزا مره ثانيه عشان خاطر العيش والتميس اللي بينا، ابي اقابل خلود هانم، قصدي الاستاذه خلود هانم. انا اسف، اعتذر منك. انا اسف. طيب خلاص تعتذر تعتذر. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. ما تقول كده بالصبح. ما رايح. قلت لك ابي اسال سؤال، قلت لي تفضل. قلت لك تفضل اسال، ما قلت تفضل ادخل. في فرق. انا نسيت السؤال. قول لي، هو انت متجوز؟ الحمد لله. طب انت لو ابو مراتك راح بشبشن والناس طردوه، انت تقبل ده؟ تصدقني حزنت. شفت لو شفته هذا ابو مراتي انت، شفته؟ امسكه كذا وقلبه مع الباب اللي هو واصل عند باب المبنى. لا ده انت اصيل، اصيل قوي. بس انا عايز اقابل خلود هانم. تدري مع اني داري انك ما انت بحولها، ولكن اقعد الاستاذة خلود في اجتماع. ايوه عارف، لو عرفت ان انت قلت لي لا مش هتسكت لك. اقول اقعد اقعد، اقول اقعد اقعد، لها من مستنيها. انا فاهمك وعندي الحل اللي يخلي ما حد يسئلك ولا بكلمه واحده. لا لا تقول لي اني اترك الشغل. لا 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 ما اتركي الشغل، انا اترك مكاني لك انت. مكانك محفوظ، بس ايش هو الحل؟ الحل انه نتزوج. وانا قلت لك انه ما عندي مانع. انا فاهم، بس احنا مبدئيا نخلي زواجنا بالسر. نعم ايش تقصد يعني؟ نسيان؟ لا 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 لا، بس انت تعرفين وضعي الاجتماعي وكذا، لازم الموضوع يكون بالتدريج يعني. انت عارفة عندي عائلة وعندي شغل، ما ينفع على طول كذا. يعني زواجك مني حيقلل من مكانتك؟ لا بالعكس، ما يقلل مكانتي يا قلبي، بس تعرفي يعني أهلي لازم أمهد لهم الموضوع وزوجتي، وبعدين بصراحة أنا ما أبغى أضيع أي لحظة بدونك. وأهلي يعني كيف حقنعهم أنا بالزواج هذا؟ آها أهلك. طيب تشوفين إنه إحنا نأجل الموضوع إلين ما... لا 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 لا، ما أقصد كده أنا، بس يعني شوف لي حل إنه عشان نقدر نقنع أهلي فيه. هين هين هين، بقدر عليها خلاص.
أيو زين لا كذا كلبي عوي لا لا أبي أبي سو أعلى أعلى ما جت ما جت يلا يا أخي ما أقدر طفشونة طفشونة أعلى أعلى زين زين أيو أقول أعلى 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 يا أخي ما أقدر ما جت معك أعلى أعلى جت لا أعلى ما جت أقول لك جت جت أقول ما جت أعلى ولا فريدة جت السلام عليكم وعليكم السلام هلا والله أهلا يا سيدي لا تخف جدا يا جماعة امسك طولك يا خروف امسك طولك تعرفين أمي فريدة؟ أيوة دلافي ومشايفي اللي قلت لك عليهم قبل كده آه صح صح قلتي لي عليهم أيوة صح أهلا وسهلا تشرفنا يا أستاذ لافي هذه مين؟ دي صاحبتي حنان إحنا الباب بالباب جارتهم مشافي ازيك عاملي اخلصي ولا تتكلمي خارص ولا اسمع صوتك ولا اكس صمت ليه عملت لك ايه يا مشافي خيلة ايه نصابة ايه انت خيلة ونصابة لا ايوه كده لا شريد هنا وكفاية فضحيني خاينة يا دلعادي بس خرجينا بس بس خلاص عيب عليك استاذ لافي شكرا نقدر ندخل نشوف المدام سارة اخرص انت وياه انخرجي برا يا مدهول انت مدهول علي خشوش امشي خاينة الفطولك انت هتخرفن قدام البنات اسكت السلام عليكم تفضلي تفضلي يا فريدة ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي ابتسامتك تصدقي ابتسامتك حلوة ان شاء الله انتوا لكم معين تجون اه طبعا على فكرة ترى البضاعة وصلت مثل ما طلبتيها بالضبط والكمية اللي طلبتيها على فكرة ما حاولنا نغلط فيها ابدا صحيح زي ما قالت بالضبط انت شلون دخلتوا عليا؟ من الباب يا حبيبتي من الباب من الباب كده دخلتوا؟ والله الله اشلونك هنا خربت خلون عليك لو سمحتي بصي انت ما تعيطيش علينا ولا تزعقيش فاهمه ولا لا؟ ما ترفعي صوتك عليها ابدا الا فريده اقول احترمي نفسك انت وهي اجل تبيعوني بضاعه مغشوشه يا نصابات؟ ايه؟ لحظه شويه تعالي هنا ايه الكلام اللي بتقوله القرصانه دي يا حنان مغشوشه ماشي ماشي لا الظاهر في لبس في الموضوع ايوه صح ايوه صح افوتك بعافيه ان شاء الله ايوه نجيك مره ثانيه اكيد تكوني مروقه ووضع احسن قومي قومي ارجع ورا شوف اذا ما وديتكم في 60,000 دهية ما كنا ناس مسار هيا اه مصيبه هذا وين راح معقول الحب يسوي كذا الو هلا استاذه ساره هلا يا استاذه ساره احنا وش درينا بينكم موعد هم اللي قالوا بينكم موعد يا استاذه ساره يعني انا سالتها انتم اللي في الصوره قالت لا حرام عليك يا استاذه ساره لا تقطع رزقنا حنا مساك اقول ترى لا همتينا لا انت ولا شركتك ايه ترى حنا 1000 شركه تتمنانا يلا يلا بس يلا يلا مع السلامه لافي هو تقطع رزقك انت التاني كمان طب بقول لك ايه هو مشافي فين مشافي مو وقتك مو وقتك شكرا اخوي شكرا شكرا تعالي يلا 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 مع السلامه الله يشافي شافي منك خذوني معاكم طيب ايش تبغى دحين ابغى الحين ايه وما انا بقول ان الصبح يا خلود هانم عايز بس خطاب تنازل علشان نقل الكفالة للشغل الجديد والله ماني فاضية دحين روح بعدين نمر علينا لا ما هو ما ينفعش حضرتك لازم السيد المدير العام طال عمره يدينا الخطاب علشان التانيين يقبلوني ما ترفتش قبل ما اشتغل دسوقي بقول لك احنا دحين ما احنا فاضيين مشغولين وبعدين المدير مسافر وما هو جاي قبل شهرين شهرين ايه شهرين كتير قوي اقول اترفات استاذ بلغوني ان 2 من حراس الامن طردوا طردوا ليش ومين هم
شافي ولافي مسوين مشكلة مع مديرة الشركة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين مع الاثنين هذولا هذولا ناويين يفقعون قلبي ولا إيش؟ ما أنداهم من أول يوم. والله هذا اللي بلغوني فيه. طيب كلمت دسوقي؟ الأستاذ دسوقي من ساعتين هو مختفي. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب حبيبي روح روح أنا أتصرف. تفضل شوف شغلك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أيوة طال عمرك يا ابن الحلال. انت وينك يا ابن الحلال من الصبح؟ وينك يا اخوي؟ شافي ولافي اليوم مسوين مشكله في الشركه اللي انت عينتهم فيها وانطردوا منها. نهار اسود حي ناقصه. والله يا باشا انا قلت الناس دول ما ينفعوش لاي شغل. انا اي والله انهم ما ينفعوا للشغل يا ابن الحلال. اسال شركتنا مرتين عشان كذا انا قررت افصلهم. وانت بعد الله يسامح تارك مكتبك وطالع. لا والله يا باشا انا ده انا حتى لسه في الاذاعه عشان كنت جاي اخد الخطاب اللي حضرتك طال عمرك طلبته. خطاب التنازل؟ حلو. طيب جبت الخطاب؟ السيد رئيس الاذاعه واخد اجازه شهرين. شهرين؟ لا 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 لا, لا يا دسوقي احنا مضطرين نوقفك عن العمل. يا باشا بس يعني بس معلش يا دسوقي النظام عندنا ما يسمح. ان شاء الله تلقى فرصه ثانيه في شركه ثانيه. جرب حظك. مع السلامة. مع السلامة طال عمرك. الله يسلمك يا ناصح. يا حبيبي على هالبلوة. وشينكو؟ أهلين أهلين. وين شايف الوش أنا بليك أنا؟ مسوي نفسك ما عرفتني الحين. لك لا عرفتك بس بدي أشوف إذا أنت ولا حدا بيشبهك يعني. لا تطمن أنا صاحب المكتب. هي أهلين وسهلين ولوي. شو بك في أنت صاحبي على أهلين وراسي. أبو شينكو وينك طول هالفترة؟ ليش ما جيتني في المكتب انت والسيارة؟ لك يا زلمة ما بتعرف شو صار معي. خليها على ربها. وش اللي صاير؟ بس يا زلمة لك مرته لجارنا ابو محمود توفت الله يرحمها. رحنا عدنا ندور على قبر ما لقينا. يا اخي الله يرحمها. انا وش دخلني في جارك ومرته؟ انا اسالك الحين وينك غايب طول هالفترة؟ ليش ما جيتني في المكتب بالسيارة؟ سبحان الله منك ليك من هلا رايح لعندك. مو هذا طريق مكتبك. رايح لعندك انا. رايح لعندي ها؟ ايه مو مشكلة. هطلع المكتب سوا ونتحاسب هناك. توكل على الله. كده مشافي كده. وبعدين يعني خلصتي الاكل كله وانت تبكين عم شافي؟ ما يصير قط. ارحمي نفسك شوي. يزيد وزنك. سيبيني سيبيني افضفض. في انا مجروحه. لا حول ولا قوه الا بالله. قومي نفضفض. قومي قومي خلاص يلا. مش عارفه. انا فريده فريده بنت السهيبي اللي قينه لحظه. ومن مين؟ من مشافي. ربنا يهدك يا مشافي يا حبيبي. هو ابن مين ده؟ وش دراني عاد؟ الحمد لله واخيرا يعني كرهتي. يا من تكرم يا رب. يلا يلا قومي قومي نطلع فوق. قومي. مش كنت اخذتي لابي احسن؟ لافي؟ اه يعني هو احسن منا بكثير؟ اه. بنت انت تبين مين؟ شافي ولا لافي؟ حسبي الله عبليسك. تبي تاخذين كل شيء؟ انا هقول لك عايزه مين. انا عايزه كده واحد قلبه زي ما شافي، واحد شكله وعينيه كده زي لافي. اه واحد زي بابا راجل يعني. مسكين مو شايفه خير. ما شافت غير هذول الثلاثه. قومي بس قومي قومي ما عندك سالفه. قومي يلا خلينا نطلع فوق. مش عايزه عايزه انا مجروحه. يا الله عبليسه هذه. يا ما عندكم شغاله صح؟ لافي قولي بس. انتقل يا عم سفاح. لا وعلى هاي بس على مين؟ على مين والناس نايمين لك؟ انا ابو شيكو. انا ابو شيكو. جبت لك يا عم بين شواطئ. اجلس اجلس. صادق ما شاء الله عليك نقول شنباتك هذه. اسالني كيف خلصت لك الموضوع. اماني بالله اسالني كيف خلصت لك يا. والله من الهيار. كيف خلصت يا سيدي؟ خلصت لك يا بعلبه فول ورغيف تميس. اللي عليك بابا وال20000. هاي 20000؟ ال20000 اللي نقيت لك حقت السفاح. ايه ما نسيت الا السفاح. حلف بالله يمين قال والله ما اخذ ال20000 الا لما تقلطوني على الفطور. وقلطتك والله من الهياط. ايوه كمل. بس لسه مخبي له انا شغله. مخبي له شغله هيك لك هيك مخبي له اياها. بالله عليك تصدق عاد انا مخبي لك شغله احسن منها؟ كمل يا سيدي. هذا السفاح اللي بالحرميه تبعته لما اخذوا السياره تبعتك فاتوا في الحيط ما خلوا لك اطعارات تحت ثانيه. لا عربي لو سمحت. تكلم عربي. السفاح يوم انه اخذ السياره مع المجرمين اخوياه قلطوها فلفل فجدار وما خلوا قطعه تركبن على الثانيه. فانا وش قلت؟
قلت ناخذ الموتر ووديه ميدا الصناعية هناك يركبوا لك القطع وإن شاء الله ما تخاف يعني كلها يومين شهر شهرين ثلاثة بالكثير وهي عندك. قلت لك يعني الحين تقنعني إنك تأخذ السيارة ثلاثة شهور؟ تسلم لعيني الفهمان أنا. أحلى سيارة لك. قم معي. لا لا أنا وصلتك لهون ما في داعي. كنت بطريق جات طريق أنا ما واخذ منك مصاري يا زلمة عيب عليك. خلص كلامك. خلص كلامك. خلصت. العشر ريال هذا يعطيك العافية تأخذه فيك زين. وثاني شيء لا اشوفك مره ثانيه تفطط عندي هنا. ما حكيت اقول لك انقلع ضفك ضفتك يلا. بين بين